يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في اخر فقراتنا الحواريه من حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا فيما يتعلق بمباراه الغد، المباراه المرتقبه المنتظره بين الاهلي وبايرن ميونخ، اللي من حضراتكم حابب يسعد ويستمتع ويستمع الى وجهه نظر محترمه وكلام موزون يركز معانا في فقرتنا دي، اللي هيشرفنا من خلالها زميلنا وصديقنا واخونا العزيز خالد الاتربي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. يا صباح الفل عليك يا خالد. يا صباح الفل عليك يا كريم، ومنورين دايما. ده نور وجودك معانا. تسلم. طبعا ما ينفعش نتكلم عن مباراه بكره من غير ما نتكلم عن المدخل اللي دخلنا من خلاله ووصلنا من خلاله الى مباراه الغد، مباراه الدحيل. كيف رايت هذه المباراه وكيف رايت التفوق الملحوظ هجوميا في الشوط الاول والتراجع الملحوظ نسبيا في الشوط الثاني؟ طب بدايه خليني يعني اسمح لي اعلق في كلمتين كده على التقرير ده. الاهلي محظوظ بجماهيره وجماهيره محظوظه بالاهلي. فعلا لما تخيل فريق بيخلي جماهيره عايشه حلم حقيقي بقى. طبعا مش حاجه انت بتتخيلها. احنا اقصى في انديه كتير جدا على مستوى العالم، خلاص دلوقتي بتتكلم مستوى العالم، لما بتتكلم في سادس مره بتشارك في مونديال الانديه، انت دايما التارجت بتاعك انك المقارنه بتاعتك بتبقى على مستوى العالم، على مستوى الاقليم. طبعا مش تقليلا من المستوى المحلي، انما انت بتتكلم في القيمه او في المكان اللي انت موجود فيه. فلما بتتكلم على كده انت بتخلي جماهيرك بتبص. دلوقتي الناس بتفكر ليه لا ما نكسبش بايرن ميونخ؟ ليه لا ما ناخدش كاس العالم للانديه؟ كاس العالم للانديه. طبعا في ناس هتقول لك انت رايح فين؟ ده بايرن ميونخ. اوكي ماشي، ده الاهلي. تمام؟ هي برضو هي نفس الفكره. طموحك لازم يكون هنا بقى كلمه الطموح في مكانها الصحيح. طموح جماهير الاهلي رايحه ناحيه العالميه. بالظبط كده. مش عايز اطلع عن على رايك السؤال. احنا فعلا فيها بالفعل بالزبط. والحلم اللي انت بتتكلم عليه احنا مش بصدده، ده احنا في نص مشواره. بالظبط. انا بقى مش عايز اطلع عن السؤال عشان نرجع لكلامنا ده تاني. نتكلم على ماتش الدحيل لانه في مدخل كتير او مداخل كتيره لمباراه بايرن ميونخ. الشوط الاول كان عامل ازاي والشوط الثاني كان عامل ازاي وليه؟ الشوط الاول كان سيطره كامله للنادي الاهلي، وانا شايف في الجزئيه دي نقطه مهمه جدا، وهو خوف زايد كبير جدا من الدحيل. لانه لو بصيت على المعطيات اللي قبل المباراه هتلاقي انه من حقه شويه يخاف، بغض النظر عن اللي احنا كنا بنثيره هنا اعلاميا. ده عندهم معرفش لاعب ب 16 مليون، ده عندهم محترف برازيلي، ده عندهم الكيني، ده عندهم. في النهايه كل دول فين؟ مع احترامنا كامل، في الدحيل. وانت بتلاعب النادي الاهلي، الدحيل بيقابلك وهو بطل الدوري القطري. انت بتقابله وانت بطل افريقيا طبعا. وبالتالي هو كان خايف جدا منك. ده سبب رئيسي، هو كان خايف من اسم الاهلي. ودي نقطه مهمه جدا. وده ياخدنا لنقطه مهمه دلوقتي للمستقبل، ان انت ما ينفعش تعامل بايرن ميونخ زي ما الدحيل تعامل معاك. دي جزئيه مهمه جدا طبعا. الخوف هو اللي قاد الدحيل انه ما يحاولش اصلا يطلع من نص ملعبه علشان يهاجمك في الشوط الاول. تمام. الشوط الثاني بدا يستدرك شويه ان هو خلاص انا هخرج من البطوله وكده كده واحد زي اثنين، فبدا ان هو يجاريك في الموضوع ويدخل معاك في الجيم. مع انك ضاع منك يعني هدف ممكن الكوره بتاعت والتر بويلر في الشوط الاول، مع بعض الفنيات بعض التغييرات اللي كانت ممكن يكون فيها كلام، دخل الدحيل في الجيم. انما اللي احنا عايزين نستفيد منه هنا انك تقابل بايرن ميونخ بالقوه اللي المفروض تقابله بيها، مش انك بتقابل اسم كبير بعبع اوروبا فانت تكون داخل المباراه بالشكل ده. وانا عجبني جدا التصريح اللي اتقال من شويه من بيتسو موسيماني ومن الكابتن محمد الشناوي، اللي هو لما قال ان احنا موسيماني لسه من شويه قايل ان احنا هنلعب مباراه قويه. ومعلوماتي انا ان موسيماني بيدرب لعبته وبيدرب الفرقه، مش ان هي تعمل ماتش كويس، ان هي تتخطى بايرن ميونخ. اصل هما اليومين ثلاثه اللي فاتوا تم تاويل بعض كلمات بيتسو موسيماني فيما يتعلق بالجمله اللي قالها ان احنا عايزين نستمتع بالمباراه. ما هو اي حاجه طبعا
على فكره بايرن عايز يستمتع بالمباراه والاهلي عايز يستمتع بالمباراه، واي لاعب كوره حقيقي في المباريات اللي زي كده بيستناها عشان يستمتع بيها، انما في النهايه النادي الاهلي متعته الحقيقيه هو الفوز. صحيح، هي دي المتعه الحقيقيه والحاجه المريحه للجماهير. هو لما يقول لك انا هستمتع بالمباراه اكيد مفيش حد هيستمتع بالمباراه وهو خسران، هي دي الجزئيه المهمه اللي احنا لازم نتكلم فيها. على حسب بقى نيه المتلقي، هو معروف اصلا عن موسيماني ان هو بيحب ينيم اللي قدامه. ايوه، هو بيخدر اللي قدامه، انما هو من جواه عارف ان انت بتلعب في النادي الاهلي، والتصريح بتاع النهارده في استدراك شايفه ان هو انت بتلعب بطل اوروبا، انما انا النادي الاهلي. محمد الشناوي بيقول احنا مش اقل من اي حد، ودي حقيقه. بص للعناصر اللي موجوده عندك، دي من افضل العناصر اللي موجوده في مش هقول لك في افريقيا، في دوري ابطال افريقيا. طب احنا ليه بعض مننا لسه عنده حته عقده الخواجه؟ يعني فكره ان انت هتقابل بايرن ميونخ ايا كان بقى مين اللعيبه وايا كان الملابسات، لمجرد ان ده بايرن ميونخ يبقى بطبيعه الحال من وجهه نظره يا ليله سودة، ده احنا داخلين على معترك مش عارف عامل ازاي. لا، هو بايرن مستوى بايرن ما خليناش نقول كده، يخلينا نقول ايه؟ كل اللي بيقابل بايرن اصلا في السنتين الاخيره عامه على مدار التاريخ وفي السنوات الاخيره تحديدا، كل اللي بيقابل بايرن بيعمله حساب، سواء بقى في اسبانيا في انجلترا. طبيعي، وده طبيعي جدا. فانت طبيعي انت كنادي مصري او نادي افريقي عندك المعطيات اللي تقول لك ان انت هلاعب بايرن، بس في النهايه برضو هم 11 لاعب وانا 11 لاعب. هي انا شايف ان المباريات دي اللي زي كده في الاوقات اللي زي كده بتخلص بجزئيات بسيطه على فكره، مش بفارق امكانيات رهيب. ياما احنا مثلا هكلم على صعيد المنتخبات وبعد كده ادخل في مستوى الانديه، مين كان يصدق ان احنا نعمل المباراه التاريخيه اللي عملناها قدام البرازيل 4-3 مثلا؟ وكان وصلت بالمعلق عصام الشوالي ان يقول مصر هي اللي لابسه، البرازيل هي اللي لابسه الاصفر. وبالتالي مفيش، الكره ما بتعترفش بالكلام ده. ليه ما نقولش ان في معطيات كتير ممكن انت تستغلها، زي الارهاق الكبير اللي مر بيه بايرن ميونخ خلال اليومين اللي فاتوا. لسه ما تاقلمش على الاجواء، هيتمرن تمرينه واحده في الدوله المستضيفه، حاجات كتير جدا تخليك تقول لا والله في امكانيه ان انا اعمل. خاصه بقى سيبك من الجزئيه بتاعه بايرن وهما تعبانين او مش تعبانين، مش هي دي الجزئيه. لا، لعبتي انا النادي الاهلي، ما خدها كده جزئيه وخط ايه المانع ان انا اكون كويس؟ انا عندي واحد من افضل حراس المرمى في افريقيا ويمكن العالم، حراس المرمى المميزين لو جيت تعدهم على مستوى العالم هتلاقيهم، ومنهم الشناوي. دي مش مبالغه، انا واحد في قاره افريقيا، هات لي واحد اعلى من محمد الشناوي على مستوى الفرق الافريقيه كلها، مفيش. عنده ثقه، عنده خبره، عنده تجربه، واحد واخد مان اوف ذا ماتش في مونديال اللي فات، مونديال روسيا. انت بتتكلم في واحد زي علي معلول من افضل باكات الشمال في مستوى على مستوى افريقيا، بتتكلم على بدر بنون، بتتكلم على عمرو السوليه، اليو ديانج، كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا ومستوى عالي جدا من الجوده والثقه، يخليك تقول لا انا هعمل ماتش كويس، هعمل ماتش ربما يكون تاريخي. طب في معطيات الماتش الكويس ده، يعني هل حاسس ان انت في امور معينه ممكن تتفاجئ بيها بكره من موسيماني قبل ما تتفاجئ بيها من اللعيبه؟ زي وارد جدا ان هو احنا كنا بنتكلم وهنربط برضو تاني بين تقدير الدحيل ليك وتقديرك انت لبايرن ميونخ. انا مش عايز النادي الاهلي يستغرق وقت طويل في تقدير الفريق المنافس، بمعنى طبيعي انك هتستنى 10 دقائق ربع ساعه ما تشوف الدنيا رايحه فين، الناس دي نازله هتعمل ايه، يعني ضاغط. طبعا طبيعي ان بايرن هيكون نازل ضاغط الملعب وعايز يتسيد اللقاء، طبيعي، مش عشان بيلعب الاهلي، هو بايرن كده. بايرن لما بيلعب اي فريق انه يمسك الملعب من بدايه اللقاء. انت بقى المفروض رد فعلك هيكون عامل ازاي؟ انا اعتقد انه عشان كده ممكن يغير في طريقه اللعب ويخلي مثلا يلعب بثلاثه ديفندر، ممكن اليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، وارد جدا. وارد تلاقي مثلا يقول لك انا الفريق اللي قدامي هيكون ضاغطني بشكل كبير، فانا ممكن الاعب فيرويد يكون سريع يستغل الكرات خلف الدفاع، مش عايز لاعب يهد الدفاع وخلاص ان هو يستلم على حدود منطقه الجزاء،
في كوره عاليه، لا هو عايز مثلا لعب متفاهم اكتر ومتجانس اكتر مع اللعيبه اللي هتطلع بالكره المرتده، فيكون بينهم تجانس فيعملوا الكره بسرعه يوصلوا المرتده. ممكن يكون محمد شريف بدل والتر بواليا، وارد كل ده يحصل، وارد ان كل ده يحصل. طب ايه من الامور اللي كانت بتحصل او مش هقول لك اتعودنا نشوفها بس احيانا بنشهدها في مباريات، مثلا على سبيل المثال يعني ممكن يبقى في جمل خططيه او تكتيكيه الجمله من اولها طلع حلو بس ساعات تلاقي مثلا في دروب في الفينيشنج، ففي امور معينه ايه منها اللي انت تشوفه يعني في مباراه بكره ان شاء الله؟ انهاء الهجمه ده لازم في مباراه زي كده تحديدا، ممكن ما يكونش قدامك او تتاح قدامك فرص طبعًا كتيره قدام المرمى، طبعا لازم تستغل ده علشان كمان حتى لما تنهي الهجمه صح وتسجل هيربك حسابات المنافس اكتر. طبيعي زي ما قلنا ان بايرن هيحاول من بدايه المباراه انه يكون ضاغط عليك، وبالتالي ده يتطلب انه يطلع بكل صفوفه عند اخر صف ليه اللي هو المدافعين عند نص الملعب بتاعك. فطبيعي انت لما تسجل هيضغطك اكتر وده يغلطه اكتر. طبعا ده محتاج قتال منك كلعيبه، تركيز شديد جدا جدا في المساحات، اغلاق المساحات قدام اللعيبه المهاريه والسريعه، ما نتفلسفش في خروج الكره من بس انا بيتهيالي ان اللعيبه لا يملكوا غير القتال، ما عندهمش رفاهيه اوبشن تاني. مفيش لمليون اعتبار هم لا يملكوا غير القتال في مباراه الغد لاعتبارات فعلا كتير قوي تخصهم وتخص البعثه وتخص الجماهير وتخص الوضع اللي هم فيه بالفعل. هو اللي واصل من هناك ان اللعيبه حاسه مقدره ان سيبك من الكوميكس اللي عمال منتشر على السوشيال ميديا، على فكره هم بيستقبلوه بضحك وبهزار، على فكره اللعيبه بيهزروا بينهم وبين بعض، انما اللي واصلهم بجد واللي هم معتبرينه بجد وبيفكروا فيه بجد كل الناس اللي بتاكد قدره النادي الاهلي، مش انه يقدم مباراه كويسه، لا قدره النادي الاهلي انه يكسب، هم حاطين دي في عين الاعتبار وبيقول لك طالما الناس دي شايفه ان احنا لازم نكسب وان احنا عندنا من المعطيات ان احنا نكسب، احنا لازم نستغل المعطيات دي. فاعتقد ان ده اللي يهمني، عشان كده انا واحد من الناس قبل المباراه بساعات هو ده الشعور اللي عايزه يتصدر مننا احنا سواء نقاد او جماهير. هستاذنك نقف عند النقطه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. اتفضل. لينا ولكل الجمهور الاهلي الماتش كان تحفه الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وكلنا طبعا فرحانين ومبسوطين. النتيجه كانت جميله جدا وكنا حابين تكون اكتر لان الاهلي عمل اداء يعني فوق التوقعات، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي. لا احنا لعبنا الشوط الاولاني ده ممتاز جدا وكنا ممكن نكسب سكور كويس، ولكن في الشوط الثاني ما اعرفش ايه اللي حصل. الاهلي ادى اداء كويس جدا والنتيجه يعني كويسه جدا، واحنا كان املنا كبير قوي فعلا ان هو حتى يحقق نتيجه اكبر من دي كمان. هو الحقيقه طبعا الشوط الاول كان هايل جدا وكنا متوقعين ان الماتش ده يعني هيأثر معانا في الفتره الجايه في الماتش الجاي. احنا لعبنا الشوط الاولاني كويس جدا بس صراحه الشوط الثاني يعني الحمد لله اللي احنا ايه عدى معانا كده، بس احنا ما كانش الاداء بتاعنا في الشوط الثاني كان كويس صراحه يعني. احنا اتفاجئنا بالاداء بتاعه بمستوى اللعب والحمد لله كسب الماتش. هو كان ماتش كويس، ادائنا حلو، اللياقه البدنيه وقعت شويه في الشوط الثاني بس الحاجات دي يعني تتعالج، بس احنا ادينا حلو، ما كان عندناش شك ان احنا هنكسب. انا ساعه ما دخل الجول وقعدت اصغرط اصغرط وفرحانه قوي بالنادي بتاعي وانا فخوره ان انا من اعضاء النادي الاهلي. طبعا ماتش الاهلي كان جميل جدا حلو قوي قوي، بس الشوط الاولاني طبعا الاهلي الحمد لله عمل ماتش كبير جدا وفرحنا وده المتوقع منه، بس الشوط الاول كنا ممتازين، الشوط الثاني معرفش تراجعنا ليه. كان ماتش حلو جدا بس كنا محتاجين نكسب اكتر من جون والاهلي كان يستاهل يكسب اكتر من هدف يعني. كنا كويسين جدا بس في الشوط الثاني يعني بدانا نرجع وكده، فهم بداوا يضغطوا كان ممكن يعني يجيبوا فينا جوان وكده. بصراحه الشوط الاول مستوى عالمي فعلا، الشوط الثاني احنا طبعا في جبنا جون فشيء طبيعي بنبقى خايفين، يعني بنبقى خايفين ان يحصل في اي رد فعل على طول يدخلوا فينا جون هتبقى مشكله كبيره جدا وقعنا فيها. الاهلي لعب بتشكيل كويس وبتكتيك كويس، الشوط الاول لعبه على مستوى عالي جدا جدا، الشوط الثاني في ناس بتقول لك احنا كنا بندافع، ده مش بندافع، ده تكتيك من موسيماني، احنا بنلعب فرقه على ارضها وسط جمهورها برضه، الدفع الاقوى اللي هي تكسب النادي الاهلي. طيب تابعنا مع كل حضراتكم وجهات نظر واراء عينه عشوائيه من جماهير النادي الاهلي فيما يتعلق بمباراته السابقه مع فريق الدحيل،
وبالمناسبة الجدير بالذكر ان احنا ان شاء الله من هنا لغاية نهاية الحلقة هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي لسه وصلنا طازة سخنة من الملعب، اللي طبعا هتشوف من ضمن الصور كمان صورة بتجمع بين المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني وهانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ اثناء اجراءهم لعملية روتينية كده ان هم بيتفقدوا ارضية الملعب وتفاصيل الملعب اللي ان شاء الله سيشهد المباراة ما بينهم بكرة باذن الله. عودة بقى طبعا لزميلنا العزيز خالد الاتريبي، هاي صور طازة اهو يا عم خالد لسه وصلنا حالا. طيب ده بقى بياخدنا خالد لمرة تانية لمباراة الغد بطبيعة الحال، وناس كتير برضو قاعدة برغم الطمأنينة اللي موجودة نتيجة العناصر والعوامل اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن برضو الأمر لا يخلو من إن ربنا يسلم ربنا يستر طبعا. بس في الأول عايز أقول لك الحساب الرسمي لبايرن ميونخ بينقل تصريحات محمد الشناوي، بينقل تصريحات بيتسو موسيماني على صحفي. أنا حاسس بس شو يعني الناس ده برضو أخيرا ده حصل ده مؤخرا حالا لسه أنا بس عايز أشوف الناس يعني الأهلي وصل فين أو وصل مرحلة إيه. لما بتكلم على الكلام اللي منقول على الحساب الرسمي لبايرن ميونخ يعني بيتكلم على محمد الشناوي بيقول نحن جاهزون نطلع لمواجهه بايرن، نركز فقط على المباراه ونريد اسعاد جماهيرنا. طبيعي ان الشناوي لما يتكلم على اسعاد جماهيرنا اكيد بيتكلم عن الفوز. لما تلاقي موسيماني بيتكلم بيقول لك المباراه صعبه وهتكون مباراه ممتعه انما احنا قادرين على عبورها. فلما تلاقي المدير الفني وكابتن الفريق بيتكلموا على ان انت التارجت بتاعك ان انت تعدي من المباراه وان انت تكسب، فده طموح طبيعي لكل الجماهير الاهلاويه ان هم يفكروا ان احنا نكسب بايرن ميونخ. ده مش شيء مستحيل على فكره. ما يعني كلمه المستحيل مش اهلاوي اتخلقت ازاي او طلعت ازاي؟ اكيد من المواقف اللي زي كده. احنا مش عايزين الناس تقول لك انت بتعلي سقف الطموح عند جماهير النادي الاهلي. ما هو اصلا جماهير النادي الاهلي طموحها ملوش سقف. اللي خلى النادي الاهلي في المكانه دي وفي المرتبه دي ان النادي الاهلي وجماهيره طموحهم او عندهم تطلعات ما بتقفش عند اي حد. لا وكلها قابله يعني ان هي تحصل فعلا للتحقيق. يعني هو اللي خلاك تعمل ده ان النادي الاهلي في مباريات صعبه واصعب ومواقف اصعب انت كنت بتعدي منها، وكان في ناس كتير جدا بتراهن انك مش هتكون موجود في المكان ده وبتبقى موجود وبتعدي وانت اللي بتقف تتفرج على كل الناس دي اللي كانت كلها عايزه تتفرج عليك. انت اللي بتبقى واقف على القمه وبتبص على كل الناس دي بتبقى فرحان ومبسوط بالمناسبه مش شمتان، لان هو ده طبيعتك طول عمرك انت واقف في المكان ده وبتبص على الناس اللي بتحاول تعطلك. انت بتبص وبتحاول تخلي الناس دي هي الوقود اللي بيخليك تتحرك لقدام، عشان كده انت في المكانه دي. ده مش شعارات. بص النهارده النادي الاهلي فين. بص النهارده اللي بينقل عنك تصريحات كل وسائل الاعلام العالميه بتنقل تصريحات لعيبتك بتنقل تصريحات المدير الفني بتاعك. ده من ايه؟ اكيد مش بالكلام، اكيد بالشغل، اكيد مش بالحكام، اكيد مش بالمؤامرات الكونيه، اكيد بشغل وعرق وجهد وتعب وتنظيم وتخطيط وجماهير كل ده وطموح حقيقي. فيعني ده اللي بيخليك في المكانه دي، عشان كده انت بتقول او الجماهير لازم يكون عندها اليقين ان انت هتأدي هتحاول تكسب. ليه لا؟ واللي وسائل الاعلام خلال الفتره اللي فاتت والنجوم المصريه خلال الفتره اللي فاتت بتقول لك ان الاهلي قريب جدا من نموذج بايرن ميونخ. التخطيط والاداره والعلم والاخذ بالاسباب كل ده على فكره هم والثقل بالظبط. يعني هم الاثنين فرق ثقيله كل واحد في منطقته، كل واحد فيهم بطل لقاء. بص على التقرير وبص على الكلام، ده ثلاثيه وده ثلاثيه، يعني هتلاقي ان طبعا في كل واحد في كل في مكانه طبعا في فوارق، طبعا في فوارق، انما الفوارق دي انت قادر انك تقللها، انت قادر انك تتخطاها. وفي فرق كتير جدا تخطت الفوارق ديت قدام فرق اقوى من بايرن على فكره وقدرت ان هي تكسبها وفي محافل تانية، فمفيش حاجه مستبعده يعني. طبعا بالنسبه لماتش بكره باذن الرحمن احنا طبعا كلنا بنتمنى ان نكون كل اللعيبه بدون استثناء كلهم فايقين ومصحصحين، ولكن بالنسبه لك انت يا خالد مين بصفه خاصه بتتمنى انه فعلا يكون فايق قوي ومصحصح قوي وفي الفورم قوي؟ عشان ده بالذات لما يكون فايق هيفرق معانا كتير. مش بالذات، ممكن اقول لك طبعا اول حاجه محمد الشناوي لان عليه عبء كبير جدا طبعا علشان علي معلول لما بيكون فايق بيفرق.
محمد هاني عليه عبء كبير جدا ان هو يكون جاهز وحاضر. وفي جزئيه مهمه عايز اقول عليها، محمد هاني البعض اتكلم على مستواه في المباراه اللي فاتت. انا عايز اقول ان اللي حصل مع محمد هاني تقريبا وبدري بنون تقريبا لازم ياخد حقه. ده واحد كان بعيد تماما عن فكره انه يلعب اساسي في المباراه، لانه لم يشارك في الا في تدريب جماعي اخير قبل المباراه، وبالتالي انه يلعب عليه جناح سريع وخطير وانه ما يقدرش انه يعمل يعدي منه غير مره او اتنين او ثلاثه في التوقيت ده، وانك تقدر تجهز هاني، ده شيء محترم ويحسب لمحمد هاني. اعتقد انه بعد المباراه وبعد الاداء ده وبعد مشاركته في التدريبات الجماعيه الفتره اللي فاتت وجاهزيته، انه هيكون افضل كتير جدا من المباراه الاولى. بدري بنون اللي كان بيلعب، وهو المباراه اللي فاتت محدش كان اتكلم كتير على ان بدري بنون كان بيلعب وهو مثلا رابط رجليه تربيطه كده معينه، ومحدش شعر ان هو كان بيلعب يمكن يعتبر بثلاث ارباع قوته، مش قوته كامله، لان كان عنده جزع في الرباط الامامي للكاحل. انت بتخيل، انت شايف، ويحسب للجهاز الطبي بالمناسبه انه جهز لعبه وخلاه بالشكل ده، ويحسب لبدر بنون اللي قال لهم انا هلعب باي شكل من الاشكال، وكان بيقاتل علشان يتم تجهيزه في الجلسات، او يوميا جلسه او كم جلسه عشان يتجهز. هي دي الروح. ويحسب كمان لبدر بنون الحقيقه انه من اول لحظه ومن اول مشاركه ليه في اول مباراه مع النادي الاهلي تحول بسرعه البرق الى مصدر للثقه والطمانينه عند جماهير. انت جايب لاعب خبرات، انت جايب لاعب واحد من كباتن فرقته، انت جايب لاعب واحد من كباتن كان موجود في المنتخب طبعا، لا وراسي هادي وبيعرف يطلع بالكوره ازاي، ما عندوش ثقافه التطفيش. لا لا, لا 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 خالص، يعني من اكتر لعيبه دقه التمريرات، من اكتر لعيبه بدي ثقل وبيدي اطمئنان للعيبه، بيدي اطمئنان للشناوي. حاجه كمان برضو، لو نتكلم على اللعيبه لو فايقه، أليو ديانج عليه دور مهم لو شارك من البدايه، محمد شريف او ولتر بواليا برضو طبعا، ما ننساش حسين الشحات نجم المباراه اللي فاتت، النجم اللي بيظهر في مباريات قويه جدا وبيأدي وبيكون عند حسن الظن بيه. ساعات بيكون في بعض المباريات احنا بنزعل، مش علشان ان هو، احنا بنزعل علشان او بنقول لا حسين عنده احسن، ودايما حسين بيكون عنده احسن، لان احنا جايبين نجم، جايبين ستار، واحنا مستنيين ان دايما يكون هو اللي بيشيل الفرقه. عشان كده لما كان حاضر وجاهز هو شال فعلا جزء كبير جدا في مباراه الدحيل. عندنا امكانيات تسمح لينا ان احنا نحلم ان انت تقدم مباراه كويسه قدام بايرن ميونخ، مباراة تليق باسم النادي الأهلي، تليق بجماهيرية النادي الأهلي. لما في ناس على تويتر بتسأل من جماهير بايرن لما عملوا متابعة، ففي بعض جماهير بايرن بتسأل بتقول ازاي، طبعا يعني مش عارفين، في ناس مش عارفة حجم الجماهيرية، يعني مش عارفين بطبيعة الحال، فبيسألوا بيقولوا هو ازاي النادي الأهلي متابعينه أكتر من بايرن ميونخ، فيرد عليه حد برضه مش مصري يقول له لا ده النادي الأهلي ده نادي عظيم تقدر تقارنه بريال مدريد في الشعبية. دي حاجات النادي الأهلي اكتسبها على مدار تاريخه. برضو هرجع وعيد لك نفس المعادلة، أو أكيد الناس عارفها، اللي هو التعب والمجهود وكل ده. هم أبطال بيلعبوا بعض بالظبط كده بالظبط. وإحنا يعني أنت تاني أكبر نادي في العالم طبعا مشاركة في البطولة دي. طيب أنا عايز أسألك برضو فيما يتعلق بقى المرة دي بالبايرن مش النادي الأهلي، هل تعتقد ان ممكن يكون في مفاجآت جديده نسبيا بالنسبه لنا كمشاهدين هيحضروا المباراه فيما يتعلق بالبايرن، ولا هينزلوا ويؤدوا الاداء الراسي الثقيل الدسم المعتاد بتاعهم؟ زي ما بنفترض في النادي الاهلي انه بيأدي مباراه قويه وبيتعامل مع اي مباراه ان هي مباراه بطوله، اكيد طالما احنا بنقول النموذج الالماني او النموذج المصري مشابه للنموذج الالماني، فطبيعي لازم تكون منتظر انك هتلاعب فريق قوي شرس عايز يخلص المباراه من البدايه، عايز يسمع تقول لك لا انا بطل اوروبا احلم اطمح، انما انا دلوقتي لازم على ارض الواقع اعمل ده. فطبيعي انك تكون منتظر منه النموذج اللي هو انت اصلا بتحتذي بيه، يعني انت دايما بتبص على المدرسه الالمانيه وبتحتذي بالمدرسه الالمانيه، فطبيعي انت هو الاصل بقى، طبعا انت اصل برضه بس اقصد النموذج اللي انت بتحتذي بيه لا هيأدي وهيقاتل في الملعب، ده طبيعي، ده المنتظر منه. عشان كده المباراة مش سهلة على الفريقين،
لان الاثنين كل واحد عايز يقول ده انا بطل اوروبا وده انا بطل افريقيا، كل واحد عايز يأدي اللي بيليق بيه. فبالتالي لا، منتظر مباراه قويه جدا من الفريقين. طب وجهه نظرك او شايف ان ممكن يبقى زي ما احنا عارفين احنا قلقانين من البايرن في ايه تحديدا، تعتقد ان البايرن وجماهيره عندهم برضو نقاط معينه ممكن تبقى قلقاهم من مباراه بكره مع النادي الاهلي؟ هو ممكن يكون قلقان من التطلع بتاعك. يعني ممكن يكون قلقان منك فريق عايز تحرجه، عايز لا ووصلت ان انت تقابله بالفعل بالظبط. ما هو اكيد هو بيتطلع، هو شايف انك وصلت للمرحله دي اكيد انت لازم فريق تقلق منه طبيعي. هو طبعا بايرن اي نادي بيلعبه هو المفروض طبيعي تقلق منه، ده طبيعي في كل الاوقات. انما وجودك في المكان ده لا يخلي اي حد برضه يفكر وانه ما ياخدش المباراه على محمل ان هي مباراه سهله يعدي منها وخلاص. طب فكرك انعكاسات وجود كابتن محمود الخطيب بقيمته وقامته وتاريخه وشعبيته وجماهيريته عالميا بالمناسبه ممكن ينعكس ازاي بشكل ايجابي على الروح الموجوده عند اللاعبين؟ طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب في كل، انا رافقت بعثه الاهلي في يعني من 2009 بسافر معاهم، حضرت الاهلي حوالي 4 أو 5 سفريات. الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان بيبقى رئيس البعثه، كنت موجود في مونديال اليابان 2012، يعني عاصرت الموضوع ده. لا وجود الكابتن محمود الخطيب فارق وبيفرق بشكل كبير جدا، اللعيبه بتحس بمستوى الحارس اللي هم موجودين فيه دلوقتي. يعني هو لو انا من اللعيبه يعني شايف اسطوره موجوده قدامي، ما هو عشان هو اسطوره اللي بتكلم، هل وجوده ممكن يعني يخوف اللعيبه من منطلق المسؤوليه؟ لا هو مش يخوف، هو بس هو بينقل لهم قد ايه الحرس كبير لما رئيس النادي يكون موجود في المكان ده. يعني اكيد هو، وخد بالك عايز اقول لك على حاجه، في مباريات كتير كانت بتبقى صعبه جدا، يعني مباراه زي الهلال السوداني مثلا كان صعب، يعني لو خسرت تطلع من بطوله دوري الابطال. تلاقي الكابتن محمود الخطيب هو اللي يقول لك انا رئيس بعثه، مع ان الاجواء صعبه والظروف صعبه، ممكن يكون حد حتى صحيا افضل من الكابتن محمود الخطيب هو اللي يكون موجود في الظروف او الاجواء الصعبه دي، بتلاقيه هو اللي بيقول لك لا انا لها زي ما بقول لك، وتلاقيه هو اللي واقف وهو اللي بيتعامل مع الجانب الثاني وهو اللي كل حاجه. اللعيبه بتلاقي ان في فعلا رئيس النادي هو اللي سيدهم، وهو دايما اللي بيظهر في الاوقات الشديده. مش ناس كتير جدا بتحب تظهر في وقت الفرح وبتدارى وقت الازمات، لا بتلاقي اول واحد بيظهر في الازمات هو الكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا كانت ممكن تظهر في بعد مباراه الدحيل، انت فريق واصل نص نهائي كاس العالم للانديه، اعتقد ان احنا ما لقيناش تصريح الكابتن محمود الخطيب لحد دلوقتي. يعني اعتقد ان كان في ناس زمانها ماليه الشاشات، وان كنت لقيت له تصريح كنت هتلاقي انه كالعاده من خلاله في انكار للذات وايثار للاعبين وهدوء، زي ما انت بتشوفوا كده كانت الناس بتهتف له في المطار، بيقول لهم اهتفوا للفريق. هو دايما كده كابتن محمود الخطيب، وجوده والقيم اللي بيصدرها دي صحيح. اكيد هي اللي بتوصل للعيبه، واكيد هي اللي بتخليهم يوصلوا لحجم المسؤوليه اللي هم موجودين فيه. الان من ايه بشكل عام في البطوله دي؟ الان انك ما تفكش بدل، بمعنى ان طبيعي انك بتلاعب بايرن، وطبيعي وارد انك يجي فيك، وارد يجي فيك مثلا هدف مبكر زي ما بيحصل في اي مباراه. الان بقى ان الشك يوصل للعيبه النادي الاهلي، لازم لعيبه النادي الاهلي تحت اي ظرف من الظروف يفضلوا مؤمنين بقدرتهم ان هم في اي وقت من الاوقات يرجعوا. وعلى النقيض برضو الان انك لما تجيب جون في الاول تتفاجئ وما تحسش انك ده حصل، ان ده حصل، وبالتالي برضو يفكك بدل، عايزك تبقى بتمثل قيمه النادي الاهلي. مجرد انك عارف دي كويس، لا هتبقى رزين ومتزن في الملعب وعارف انت بتأدي ازاي. فانا يعني لو حد بيشوفنا منهم اكيد انا بقول لك العب لعبك العادي، العب لعبك اللي بيليق بيك، لا تتوتر لما تحس انك مضغوط قوي، تحس ان الفرقه اللي انت بتشوفها في التلفزيون وبتشوفها بتلعب برشلونه وبتلعب ريال مدريد وبتلعب فرق كتير قدامك، ضغطاك عادي جدا، انت تعودت على كده في اوقات كتير، تعودت على كده وعديت. يعني في 2011 تقريبا لم تخن الذاكره، يعني
احنا لعبنا بايرن في لا احنا لعبنا بايرن في في قطر وخلص 2-1. عملنا مباراه عالميه وعلى فكره سيبك من هي ودي ولا مش ودي، لا بايرن كان بيلعب مباراه قويه، انا كنت حاضر برضو معاهم هناك. المباراه كانت قويه جدا، ومانويل جوزيه ساعتها المدير الفني كان زعلان ان احنا خسرنا الماتش وان احنا كان لينا غلبه في المباراه، فيعني نقدر يعني. واحنا بنتكلم انا وانت خالد اهو شايفين معاك لقطات حيه لاتوبيس الفريق النادي الاهلي اثناء عودته من التمرين وملعب المباراه، ولحظه بلحظه احنا طبعا اكيد بنتابع مع حضراتكم مش بس من خلال 10 الصبح في الاهلي، لا من خلال كل برامج قناه الاهلي بنتابع مع كل حضراتكم لحظه بلحظه كل ما يتعلق بفرقتنا ومرحله ما قبل مباراه الغد، المباراه المرتقبه ان شاء الله بين الاهلي وبين بايرن ميونخ. طبعا يعني انا يعني ما كنتش حابب قوي ارجع للنقطه دي يا خالد، بس برضو ايه معلش سامحني هنرجع لها وبعد كده نعود من جديد للحديث عن بايرن ميونخ. كيف رايت تصريحات مهاجم الدحيل معز علي تجاه النادي الاهلي بعد المباراه؟ بص هقول لك على حاجه، ثقافه لعب الكوره بتفرق كتير جدا، بتفرق كتير جدا. يعني انا ممكن اقول تصريح يؤدي لنفس المعنى بس يكون تصريح منمق ومحترم. بمعنى ايه؟ انا عارف ان المعز يقصد ان احنا خوفنا زياده عن اللزوم من الاهلي في الشوط الاول. انا ما بقولش، انما ممكن المستوى الثقافي، ممكن يكون التعليم بتاعه ما كانش كويس، ممكن يكون عنده حاجات كتير جدا ادته ان هو يوصل للمستوى المتدني فكريا بهذا الشكل. هو بالمناسبه يعني انا بقول متدني فكريا، انا برأي الفاظ يعني انا عارف لا هو خانوا التعبير في فكره. على فكره لو احنا حسبناها كوره حقيقي الدحيل كان مرعوب من النادي الاهلي، وده اللي يقول لك هو قد ايه كانوا تحت الكوره تحت نص الملعب عندهم بتاعهم خايفين ان هم يتقدموا من القوه الهجوميه للنادي الاهلي. فلما في الشوط الثاني بداوا بقى خلاص يلعبوا ما عادش في حاجه يخسروها طبعا. فبدا يجريك، فهو حس ان هو عايز يقول كده. طبعا خانوا التعبير، حاجه مش لطيفه وخلت الناس كلها تتضايق والناس كلها تعلق على التصريح. هو مش المفروض في حاله الفرق الكبيره يكون في حتى في حال عدم وجود متحدث رسمي، بس على الاقل يكون في حد متولي مسؤوليه لما حد من اللعيبه عنده مؤتمر صحفي يقول ايه وما يقولش ايه، ولو هيجي يقول حاجه يقولها ازاي. ده المفروض في الفرق الاحترافيه، الفرق اللي ليها باع طويل. طبعا احنا لا نقلل من الدحيل، انما برضو مهما كان التنسيق زي ما بقول لك ان المستوى الثقافي للاعب الكره بيفرق، وباين قوي المستوى بتاع معز ان هو لا ما فيش خالص يعني الامور بالنسبه له، حتى مش عارف يفرق ما بين انه يتكلم كوره وما بين انه يدي الفريق اللي قدامه احترامه. هو اصلا النادي الاهلي مش مستني حد اللي يديله احترامه، النادي الاهلي احترامه بيفرض على اي حد حتى على منافسينه. انما في النهايه انت بتتكلم وتقول ان واكيد هو اتعلم من حاجه زي كده بطبيعه الحال، لان كان في ردود يعني ردود افعال واسعه جدا أكيد طبعاً. أكيد بالمناسبه من مصر ومن براها على فكره، لازم هو اي حد بيحترم كره القدم وبيحترم الاخلاق حتى لازم يعني لازم يتكلم كده، لازم ينتقد تصريحاته، لان تصريحاته كان فيها انتقاد وكان فيها تقليل غير مبرر للنادي الاهلي. طيب رجوعا للنادي الاهلي، هل انت شايف ان النادي الاهلي بيتالق بشكل استثنائي مع درجه اهميه المباريات اللي بياخدها؟ بمعنى يعني لما يكون الاهلي بيلعب فريق زي بايرن ميونخ ممكن نشوف منه اداء استثنائي هو قادر عليه، ولكن يعني ايه ما بنشوفوش غير في المحافل اللي من النوع ده. يعني بالبلدي كده، هل الاهلي في الدوري وفي الكاس المصري وضع وفي البطولات العالميه وضع تاني، اخذا في الاعتبار بان هم نفس اللعيبه ونفس الجهاز الفني، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ يعني مش للدرجه يعني، بس هو طبعا في لعيبه بتحس ان هو يقول لك انا بلعب على قد الماتش يعني، حتى وده لما بيكون حتى بيستناه مباراه بعديها قويه فيقول لك انا العب لعب استهلاكي ان هو هيكسب لي وخلاص علشان افكر في الماتش اللي بعديه. انما طبعا لما بتحس اي حد ما بيحس ان في الملاعب اللي موجوده زي كده في التصوير اللي بالشكل ده بطوله عالميه العالم كله بيتفرج عليها، في ناس لو عندها الامكانيات 50% في المباريات اللي زي كده تبقى 100%. طبعا ده طبيعي. حتى كابتن عماد متعب ولاعيبه اتكلمت على فكره انت لا الشعور مختلف،
شعور بطولة بينظمها الفيفا، كل الحاجات اللي حواليك بتقول لك لا في في أجواء مختلفة. طبعا مش مسابقة محلية، فطبيعي انك تنتظر أداء غير، وخاصة بقى لك قدام فريق عالمي زي البار، لا هيبقى غير. واتمنى ان يظهر ده من بار ان شاء الله. ربنا يسهل الحال. طيب احنا هنستأذنك، هنطلع برضه فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. قبل ما نروح ونكمل كلامنا مع زميلنا العزيز خالد الاتربي، هنروح لزميلنا العزيز ومفادنا الى كاس العالم للانديه، الزميل الامير هشام، عشان نعرف منه بقى الكواليس هناك عامله ازاي. يا امير صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتحياتي لصديقي العزيز خالد الاتربي. انا وصديقك العزيز خالد الاتربي ومعانا امه لا اله الا الله، عايزينك تطمنا على الاجواء والكواليس عندك عامله ازاي. وطبعا الكلام لازم يشمل الحاله النفسيه والمعنويه، وبرضه لو هتحب تتطرق معانا كده للقاء والصوره اللي احنا شفناها من دقائق ماضيه، لقاء فيتسو موسيماني وهانس فليك المدير الفني لبايرن ميونخ. اتفضل يا امير. بالظبط، يعني خليني اقول لك ان الاجواء اكثر من رائعه في الحقيقه هنا في المونديال، وقبل يعني 24 ساعه تحديدا من مباراه الاهلي وبايرن، هذه المباراه المرتقبه اللي بينتظرها الملايين والملايين من متابعي الكره العالميه وبالتحديد الاهلاويه في كل مكان، مباراه على المستوى الرسمي مع فريق اوروبي، حاجه كانت منتظره وحاجه ما حصلتش تقريبا قبل كده، ان فريق مصري لاعب فريق اوروبي في بطوله عالميه وبطوله معتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم. فهو في حد ذاته ده حدث مهم جدا بالنسبه لنا كلنا، بنعيش اجواء اكثر من رائعه هنا في المونديال. لكن في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. الاهلي فريق كبير وتاريخ عظيم بكل تأكيد، واسمه يكفي، لكن عندنا كمان لعيبة رجالة بإذن الله يقدروا يعني يسعدوا جماهير النادي الأهلي من خلال مواجهة تكون قوية وأداء يكون مميز بإذن الله في هذه المباراة. لكن خليني أقول لك كل الأجواء اللي بتتعلق برحلة النادي الأهلي هنا تحديدا، وقبل مباراة البايرن النهاردة البرنامج كان مليء وجدول النادي الأهلي كان مزدحم بخصوص بعض المواعيد الهامة، بالتحديد منذ بداية هذا اليوم كان في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة واللي خلاص تم الاستقرار عليه بشكل رسمي على كل الجوانب تتعلق بمباراة الغد. كان اجتماع فني ما بين مسؤولي الأهلي ومسؤولي البايرن ومسؤولي الاتحاد الدولي، تم الاستقرار الاهلي خلاص بشكل رسمي، هيلبس الزي الاحمر، الشورت هيكون او التيشيرت احمر، الشورت هيكون اسود والشراب هيكون احمر. في المقابل فريق البايرن هيلبس ابيض فابيض فابيض. المباراه تعتبر هي مباراه النادي الاهلي، هو الفريق ايه في هذه المباراة. محمد الشناوي هيلبس الزي الاصفر بالكامل. تم الاتفاق كمان على وصول النادي الاهلي لملعب المباراه بالتحديد قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. تم تحديد الاماكن الخاصه بالجهاز الفني وباللاعبين وايضا ببعثه النادي الاهلي اللي هتحضر هذه المباراه. نفس الكلام بالنسبه لفريق بايرن ميونخ. خليني كمان اكلمك على ما بعد الاجتماع الفني ووصول اعضاء الجهاز الفني بالكامل ومعهم كمان محمد الشناوي لاستاد احمد بن علي وهو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. اعتقد الصور عندك يا كريم دلوقتي او اللقطات حاجه اكثر من رائعه، ملعب ممتاز جدا جدا، من افضل الملاعب بالمناسبه هنا في المونديال. ملعب يعني حديث تم انشاؤه تقريبا من 6 أو 8 شهور بالظبط، واتلعب عليه ماتشين بس لحد دلوقتي، هيتلعب عليه النهارده ماتش كمان ما بين السد واولسن هونداي على المركز الخامس والسادس، وهيبقى عليه كمان مباراه الغد ما بين الاهلي والبايرن. انطباعات كانت اكثر من رائعه على الملعب بخصوص مستر بيتسو موسيماني اللي كان كمان عنده مؤتمر صحفي هو ومحمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، وكان ليهم تصريحات في الحقيقه مميزه ومدى حجم البايرن ومدى حجم النادي الاهلي كمان، لان دي نقطه لازم نركز عليها في الحقيقه. النادي الاهلي نادي كبير وعريق بكل تاكيد، وتاريخه يعني حافل بالالقاب والانجازات والمباريات الرائعه في كل الاحوال. انطباعات مستر موسيماني على الملعب كانت مميزه جدا، لكن خليني اقول لك ان يعني واحنا خلاص بنمشي من الملعب كان بيحضر او كان بيوصل هانز فليك المدير الفني طبعا للبايرن، والتقط بعض الصور مع مستر بيتسو موسيماني، وكان في حديث كده ودي ما بينهم. يعني
كل واحد فيهم تمنى التوفيق للاخر، ان شاء الله التوفيق يكون لمستر بيتسو موسيماني والنادي الاهلي في هذه المباراه. كمان كان متواجد معاه كيميتش احد ابرز نجوم فريق البايرن، واللي كان ايضا عنده مؤتمر صحفي، وكان فيه بعض اعضاء الجهاز الفني من فريق بايرن ميونخ. اجواء كانت مميزه والامور كانت جيده في الحقيقه. النهارده ايه اللي هيحصل على ما تبقى من هذا اليوم او على مدار اليوم؟ هيكون طبعا في بخلاف وجبات اللاعبين والمواعيد والبرامج الطبيعيه بالنسبه للفريق، هيكون في محاضره مهمه قوي مستر بيتسو موسيماني قبل المران بالتحديد هيكون في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت المونديال، وهو نفس ميعاد المباراه غدا باذن الله. فبالتالي المحاضره هتكون الساعه 8 بالظبط. مستر بيتسو موسيماني هتخلص المحاضره يتحرك الفريق مباشرة لملاعب التدريبات. الأهلي مش هيتمرن على استاد أحمد بن علي، لا، الأهلي هيتمرن على ملاعبه الطبيعية جدا، ويخلص كل تدريبه النهاردة، وهيكون في بعض النقاط المهمة جدا اللي أكيد هيتكلم عنها مستر بيتسو موسيماني. المران بقى هيشمل فقرات أكيد مهمة، لكن مش هيكون مران بدني اطلاقا او خلاص، يعني كل اللاعبين في حاله بدنيه جيده. مران هيكون في بعض التعليمات، بعض التجارب التكتيكيه من مستر بيتسو موسيماني، ده اللي هنتابعه وهنشوفه على مدار اليوم. خليني بقى اكد لك برضو يا كريم ان الاجراءات الاحترازيه متواصله بشكل قوي جدا جدا، ويعني ما فيش هزار في الجزئيه دي. احنا داخل فقاعه طبيه طبعا هنا في المونديال، بنتحرك بشكل محدد كبعثه بالكامل مع فريق في موكب محدد للكل. فبالتالي من ضمن يعني الامور الهامه اللي لفتت نظرنا واللي بتحصل في هذه اللحظات، وهتشوف لقطات ليها بعد شويه، يعني مثلا الاهلي ليه اتوبيسين هنا يعني خاصين بالجهاز الفني واللاعبين. ما ينفعش الاتوبيسات بتاعت النادي الاهلي تخرج بره عشان مثلا تزود وقود، لا، الوقود هو اللي بيجي للاتوبيسات هنا. عربيه الوقود في الحقيقه هي اللي جت ودخلت عند اتوبيسات النادي الاهلي عشان تمول اتوبيسات النادي الاهلي او تزودها بالوقود، وده يعني امر مهم جدا جدا كان لازم يعني اركز عليه، لان عايز ااكد على مدى الاجراءات الاحترازيه والطبيه المشدده داخل فقاعه بعثه النادي الاهلي. امور في الحقيقه كلها منظمه وامور جيده، ويعني ده ابرز حاجه حصلت دلوقتي وانا بتكلم معاك يعني على الهوا كده يا كريم. لكن في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الغد، وان شاء الله باذن الله الاهلي يسعد جماهيره باذن الله تعالى، وان شاء الله باذن الله الاهلي يسعد جماهيره باذن الله تعالى. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. ربنا يخليك، ان شاء الله يكون النصر حليفنا. وكالعاده امير، انت مش بتديني اي فرصه لاي يعني اي مزيد من الاسئله، لان بسم الله ما شاء الله عليك انت بتغطي كل النقاط بما فيها كمان التفصيله الاخيره دي، فعلا بتاكد ان الى اي درجه فعلا في اجراءات احترازيه صارمه، وبنتمنى طبعا السلامه لفريق النادي الاهلي ولكل الفرق المشاركه. عندك اي سؤال خالد لزميلنا امير قبل ما نشكره؟ لا، احنا بنتمنى التوفيق بس اللي ان شاء الله بكره باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني امير ينقل لنا بكره رساله بعد الفوز على بايرن ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. امير احنا بنشكرك، شكرا جزيلا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا. الدنيا بتسيطر علي. احنا بنشكرك يا امير، شكرا جزيلا. فقاعه طبعا اي حاجه بينظمها الفيفا فيهاش اي مساحه لاي ثغرات يعني، مفيش. عشان كان في ناس بتسال حتى على مين راح البعثه او مين ممنوع ومين، مفيش ده نظام صارم وحازم بشكل لا يتخيله احد، لان البطولات اصلا بتقام في ظروف استثنائيه، ظروف صعبه. انت بتتكلم على وباء باجتاح العالم، فقعدنا فتره طويله من الاغلاق، فمش عايز تخلي اي حاجه تبوظ لك اي بطوله، تبوظ لك اي طبعا فعاليه، وبالتالي مش هيسمحوا باي حاجه من او اي حاجه، اي خروج عن النظام، فبالتالي ده طبيعي انه يحصل يعني. خلينا اسالك يعني اخر سؤال بقى، لان احنا خلاص وقتنا بيوسك على الانتهاء. خالد، احنا كجماهير النادي الاهلي يعني عندنا شيء من الطمع المشروع انجاز التعبير، وفي نفس الوقت معانا فريق ولاعيبه مساعديننا على الطمع ده. هي بعيده قوي عننا ان احنا نحصل على كاس العالم للانديه، يعني مستحيله قوي ان فريق النادي الاهلي يرجع ومعاه كاس العالم للانديه. مش مستحيل ولا حاجه، بس زي ما تعود النادي الاهلي بيبص لكل مرحله على قد على يعني على قد اللي فيها بالظبط. الماتش بماتش احنا دلوقتي بنفكر في بايرن ميونخ بالظبط. طبعا لما تكسب بايرن طبيعي انك تفكر
في انك تاخد كاس العالم، لدرجه الناس ممكن تزعل بعد ما تكسب بايرن وما تاخدش كاس. طبعا يعني ده انا كسبت بعبع العالم كله مش بعبع اوروبا بس. انما خلينا على انت ازاي هتعدي بايرن وازاي هتوصل للمرحله دي، ثم بقى نتكلم على كاس العالم وعن المجد وعن ازاي الاهلي وصل للمنطقه دي. عايز اقول لك ان حتى الاهلي في اللائحه بتاعته للعيبه عامل كل مش مفاجاه، عامل كل توقيتاته هنتعامل ازاي مع اللعيبه لو خدوا حتى كاس العالم. فالاهلي، وعلى فكره كابتن محمود الخطيب قبل كده قال من ضمن اهدافنا ان احنا نتوج بكاس العالم للانديه في وقت من الاوقات، سواء دلوقتي او بعدين، يكفي ان انت كاداره حاطط ضمن التارجت والنقاط ضمن الخطط بتاعتك ان انا هبقى بطل العالم. ربنا يصلح الحال وربنا يوعدنا ان شاء الله، وكلنا امل باذن الله في مباراه الغد بكره ان شاء الله. نسعد كلنا باداء قوي والرجوله المعتاده اللي تعودنا طبعا عليها من خلال كل لعيبه النادي الاهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراه الغد ان شاء الله. انا بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقه النهارده. كالعاده نورت لنا الكثير من النقاط اللي يمكن مش كل العيون بتروح لها. ده انا بشكرك، انا موجود على قناه الاهلي ومعاك كريم، نورتني وشرفتني، بشكرك شكرا جزيلا. واكيد كل الشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ما تنسوش بكره باذن الرحمن قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.